استاذه اشجان، انا عايزه الاول تقولي له حاجه. تاني حاجه، كان معانا مشاكل كتير، منها الخيانه، من المواضيع اللي اتكلمنا فيها. وللاسف لما كنا بنتكلم في مواضيع زي كده كان بعض الناس يجوا يقولوا المجتمع مش بالشكل ده، ولكن احنا شفنا في 2019 كم من المشاكل، تحرش، الخيانه داخل البيوت المصريه، غيرها بقى من المشاكل الكتيره. قولي لنا ايه يمكن اصعب مشكله شفتيها او عدت عليكي في 2019؟ هي النموذج بتاع الأستاذ علي دي هي أصعب مشكلة وردت وابترد من هذا النمط من المشاكل. لما يتصل بيا زوج أو يتواصل ويحكي اللي قاله أستاذ علي، وده سيناريو مش عايز أقول كبير ولكن بيتكرر، هي الخيانة لما بتيجي. يعني إحنا لو هنيجي نشوف لو هتقسمي المشاكل الأسرية، هي دي رقم واحد الكارثية، اللي أنت جزء كبير بيبقى عندك عجز من تقديم المساعدة، لأن هي رقم واحد الشخص. تاني حاجه هو النفسيه على السعاده وتقبله. تاني حاجه بتبقى انه اتجوز عليها، دي من المراتب. انا بقول في تدرج حجم المشكلات ايه اللي جه كتير جدا. يعني بالنسبه للرجاله الخيانه، بالنسبه للنساء التعدد. بس التعدد في الاخر حلال، بتيجي بالنفسيه الصعبه. لا، التعدد حلال في الاخر. لا، هي بنقول المشاكل اللي اكثر قدوما في 2019 كانت اول حاجه يمكن ومن اصعبها، مش كتيره ولكنها مفجعه وموجعه. لان زي ما هو قال، اللي بتتواصل او بتخطئ هي بيبقى خطيئه كامله، فهي دي اللي بتبقى صعبه كانه زوجها. فهي دي. تاني واحده اللي بتقول لك بقى ده اتجوز عليا، دي من المشاكل اللي سهل حلها ولكنها تحتاج لزمن، لان هي بس تقبل الفكره وان انت بتتكيفي او انك مش قادره، وده للاسف يعني، او ان البيت اتخرب. ايوه. وبعد كده بقى بتيجي الضرب والإهانة وتدخل الأهل وساكنة ببيت العيلة، كل ده اسرديهم كلهم يبقوا رقم ثلاثة. فدي من أصعب المشاكل اللي بتيجي، لأنك بتقفي عاجزة إن في خلل شرعي كبير حصل جدا. والنقطة الثانية الهزة النفسية اللي بتيجي. يمكن أنا المتصل هقول له نقطة كمان، يعني ما شاء الله الشيخ أسامة أفاض، ولكن النقطة الأخيرة نقطة تقبل الفكرة. يعني لما بقول له كمل وعفى الله عما سلف، أنا مش عايزاه أحطه بين يعني المقص كده بين كفتي الراحة، ان انا عمالة بقول له عفا، والاقيه واحد جاي يقول لي انا بقالي 3 سنين مش قادر اعفو، او ان انا كل ما بصلها انا مش قادر. فهي النقطة قدرتك النفسية لازم تحددها. انت دلوقتي هو بيقول انا عايش، بس صوتك وانت بتتكلم فيها هزيمة، يعني انا عايش ومش عايش بقى، وانا صدمتي كبيرة وعشرين سنة وحاطط وحب كبير. فانا بس عايزة ان الفكرة ان انا احط مدة للتعافي، ان الناس او الرجاله لما بتحطش في بيحسم الامر بالانفصال، ولا الومه واحد في المليون، لان دي طاقه. ما ينفعش ان انا اجي، يعني كان في حد وبيحكي اصعب من الاستاذ علي بيحكي، انه شاف المناظر نفسها، يعني الخيانه وقعت في عينه برؤى العين، وهو بيحكي لي اللقطه اللي انت تتوقعها بعدها ايه، طلقها، الموضوع منتهي. وبعدين هو بقى بدا يجتمع، يعني خلاص قواه بتتجمع وبدا يتكلم معايا. فانت بقى بترجعي خطوه لورا، ان رد الفعل بتاعه مش زي ما انت متخيله. فلا، يعني هو نفس الرد بتاع ان انا بعدت وسبت البيت شهر واتنين، ولكن هي بدات تعتذر وبدات خلاص انت ازاي هتيجي، هو انت ازاي سمحت، هو انت ازاي عفوت. فهي قدرات في الاول في الاخر، وقدرات الرجال مختلفه وليها طاقه، وفي سقف ما حدش يتحمله، وفي حاجات ما نقدرش نقول له فيها كمل. بس هي النقطه الاخيره، ليه حط ليك زمن للتعافي، زمن للتعافي. يعني انا عايزه اتكلم على زمن التعافي وكيفيه التعافي واساليب ليه، كيفيه الزمن ده قد ايه والكيفيه دايما ازاي. عشان برضو في الزوجات بتبقى ليل ونهار عماله تبوس في رجله، سامحني سامحني سامحني، هو الحدث بيبقى جلل وصعب. بس في نفس الوقت انا، هي تقول لي طب ما، يعني واحده قالت لي انا تعبت، انا بقالي 4 سنين ببوس رجله وهو مش راضي يعفو عني، وقال لي اوعي تفكري ان انا هطلقك. 4 سنين انا بصحى وبنام، هي اتحرمت كزوجه، هي بس بتربي الاولاد والبيت شكله قدام العيله، ولكن انا بصحى وانام ابوس رجله، سامحني سامحني. فانا مش عايزه الامر يصل، لا، احنا عايزين مده للتعافي، ان انت بتحط نفسك ان خلاص انا عفوت وربنا ستير وقوي وجبار وخلاص، يعني انا عملت حاجه تدخلني ان شاء الله بها الجنه. وزي ما الشيخ قال، معاك حلول كتير جدا ولكنك اخترت افضلها، فخلاص انت اخترت، حط لنفسك ان انا هنبدا نرجع. ربنا خلق لنا النسيان، مش همحيها. يعرف ينسى؟ بينسوا، في رجاله بتقدر تنسى، وما نقدرش نحكم عليه، لان لو انت اخد من دلوقتي ومن اللحظه دي ان انا مش هقدر انسى، انفصل بما يرضي الله.